أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد الذي نسلط فيه دائما على العديد من المواضيع الهامة ونناقشها مع ذوي الاختصاص. بمناسبة شهر رمضان المبارك حنتحدث اليوم صحبة الحاج أحمد بوذن أحد معالم مدينة بنغازي والمعروف بشيخ المستمعين ومهتم أيضا بالشؤون الاجتماعية. كيف كان أو كيف كان رمضان أيام زمان؟ نبدأ أولى أو نبدأ كالعادة أولى فقراتنا وهي فقرة من البلديات. نظمت كلية الحقوق جامعة بنغازي بالشراكة مع مركز دراسات القانون والمجتمع ندوة بعنوان قانون مهنة المحاماة وتطوير الفكر القانوني بحضور نخبة من المحامون الخواص والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق. فريق عمل برنامج أخبار البلاد رصد الندوة وأعد لنا التقرير التالي. كلية مشكورة في إطار موسمها الثقافي لهذه السنة دعت إلى حوارية اليوم ووضعت عنوان للحوار وهو يتعلق بقانون مهنة المحاماة وتطوير الفكر القانوني. ونحن رأينا أن العنوان بهذا الشكل قاصر وقصير عن وضع قانون المحاماة ومهنة المحاماة بالتخصيص في إطار النقاش القانوني الجاد لإثراء المهنة ووضعها على الطريق الصحيح. وبالتالي رأينا أن العنوان قاصر واقترحنا أن يكون العنوان هو قانون المحاماة على المحك، باعتبار أن نحن حضرنا لسماع الملاحظات، لسماع التعليقات، لسماع المآخذ، لسماع الاعتراضات على ما ورد في هذا القانون. حلقة نقاش اليوم عن قانون مهنة المحاماة الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 2014. هذا القانون قانون هام جدا يهم الهيئات القضائية، السلطة القضائية، العاملين في المحاماة أو مهنة المحاماة الخاصة، أيضا أعضاء هيئة التدريس، الطلاب اللي هم مشروع محامي الغد. هذا القانون فيه عديد من المآخذ وفيه عديد من المزايا، ولكنه في الجملة غير مسلط عليه الضوء من حيث دورنا، سواء كان كلية الحقوق أو مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي. دورنا الأكاديمي التنويري التوعوي التقويمي الدوري للتشريعات، قمنا بهذا الدور من خلال هذه الحلقة، سلطنا الضوء على هذا القانون. اليوم كان آخر اللقاءات الثقافية لموسمنا الثقافي مع حلقة نقاش تتناول موضوع قانون المحاماة وتطور الفكر القانوني. مهنة المحاماة هي من المهن المهمة، هي البوابة التي يدخلها من حيث الأساس ومن حيث الأصل خريجو كلية القانون، هي 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 البوابة التي يتطلع إليها بمعنى أصح خريجو كلية القانون لممارسة تلك المهنة التي تمثل مشعل الدفاع عن الحقوق وعن الحريات. اليوم انتهت حلقة النقاش بمشاركة نخبة من رجال القانون المشتغلين في حقول مختلفة، سواء كانوا أساتذة الجامعة بكلية الحقوق، سواء كانوا مشتغلين بالقضاء بفروعه المختلفة، وأيضا من المحامين نخبة مميزة شاركت في هذه الاحتفالية القانونية. We'll be right back.
وفي الخبر الآخر مشاهدينا الكرام، بعد وجبة الإفطار في البيت الليبي لابد من كوب من الشاهي، أي بالليبي طاسة الشاهي، ولازم تكون خضراء. الزميل علي الرهقان كالعادة يرصد لنا بعدسته المتميزة الأجواء في المرج مع الحاجة رقية المسماري لنشاهد. عوايد رمضان الأول كانت العرب تجيل بعضها وتحن على بعضها، ويعني مشكة في أوقات توا، والحمد لله يعني العرب كانت تجيب طاستين السكر يدروا بهم في كم شيحي مش بالكيلو، وكان التخريف في رمضان والميعاد الكويس ونفس الحركة، وتو عاد الحمد لله. ها هو تجولت عدسة ليبيا الحدث في بلدية جردس العبيد، وكانت هذه المرة رفقة الحاجة رجعة العبيدي التي تقوم كل يوم في شهر رمضان في الفترة ما بعد العصر بإعداد خبزة التنور. الحاجة رجعة لم تكتفي بإعداد خبزة التنور لمنزلها فقط، بل حتى أو تقوم أيضا بتوزيع عدد منها على الجيران والأقارب. أول مرة نحموه في الأولى، وين ما حمينا نبردوه بشريبه ونرمو فيه الخبزة، وهو من طفلة هول، هذا من طفلة اللي التنور بروحه طفلة، نصنعه فيه برواحنا الطفلة، التنانير احنا اللي دارين من برواحنا، نصنعه فيه ونرمو فيه في رمضان وخاطر رمضان. كيف كان رمضان أيام زمان، وكيف كانت الأجواء بعد الانفتاح الذي شهدته ليبيا مؤخرا من تطور تكنولوجي وأصبح فيه تفكك أسري ومشاكل عائلية، هذا غير التهجير والنزوح إلى آخره. اليوم في فقرة ضيف وملف حنتحدث أكثر مع الحاج أحمد بوذن المعروف في مدينة بنغازي بشيخ المستمعين وأحد معالم المدينة، بالإضافة إلى اهتمامه بالشؤون الاجتماعية. قبل ما نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، نشاهد رمضان في بنغازي قبل 4 سنوات من الآن، ومن ثم نرجع مع الحاج أحمد بوذن، ونرجع أيضا بذكريات ماضي الزمن الجميل.
رمضان السنة هذه كان في شهر الصيف، في شهر الصيف والنهار طويل، يعني الصيام يمتد قرابة 16 ساعة، وأغلب الناس تكون في بيوتها إلا الموظفين والطلبة ومن هم يعني يلزمهم عملهم إنهم يكونوا خارج البيت. فالحياة في العادة تبدأ بعد صلاة بعد وجبة الإفطار طبعاً. الليبيين في بنغازي بالذات وليبيا كلها صراحة، ولكن في بنغازي الليبيين يحبوا رمضان، يحبوا يعيشوا حياة رمضان والأجواء اللي فيه، زي ما حضرتك شفت انت ربما تنقلت داخل حديقة، يعني أنا تعتبر أنا وسط البلدي، وسط بنغازي، هنا أنا داون تاون بنغازي. بعد يجي عبيد يرن علي، ننزل نعدي ناو نادر ومالك للصالة نلعب بوصوني، وبعدين يجينا هنا أميدو لعبنا، بعدين يجينا جنينة لعبنا شرطة حرامي، بعدين درنا مسرحياتك، بعدين لعبنا في الصبح كنا نلعبوا في الكورة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقره، فقره ضيف وملف، وارحب بضيفي في الاستوديو الحاج احمد بوذن، مهتم بالشان او بالشؤون الاجتماعيه في ليبيا بشكل عام، ومعروف ايضا بشيخ المستمعين كونه يعني احد معالم مدينه بنغازي، ولديه مشاركات عديده في اذاعات عديده في مدينه بنغازي وغيرها من المدن الليبيه الاخرى. اهلا وسهلا بك حاج احمد. مرحبتين، اهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا بك حاج أحمد. يعني خلينا نرجع للماضي أو ماضي زمن الجميل ونتحدث أكثر على كيف كان رمضان أيام زمان. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى يا عبد العزيز، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ادخل لي مدخل صدق ومخرج من صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اولا يسموني بالشيخ المستمعين، انا معترض علي ان اسمي الشخصي عباره الحاج احمد بوذن، احمد محمود بوذن، فيما نقول شيخ المستمعين، فيما نقول عميد المستمعين، فيما نقول رائد المستمعين والى اخره هذول، انا شخصيا دائما اتقدم باسمي الشخصي. بنغازي يحب بنغازي، بنغازي لأن فيها من هي ليبيا. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجسم مضغة إن صلح الجسم كله، وإن خسرت خسر الجسم كله، ألا وهو القلب. وبالتالي بالنسبة لي أنا بنغازي هي قلب ليبيا النابض. نعم. وبنغازي هي أمنا وليبيا هي قبيلتنا. بنغازي فيها مختلف القبائل من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الوسط كلها. قال فيها الشاعر الرقاية يعتبرها ليبيا، قال ليبيا مجملها ومجمل طبايا حلها، إن جيتها زائر ذوق عسلها، وإن جيتها خايف بها تضمان، وإن جيتها خاين أعتبر راكب كفالة تحطك وين ولا أخطر على البال. بنغازي هي الذي فيها عديد من القبائل، وكل قبيلة لها عادتها وعادات. إحنا في زماننا القديم أولا الصغير يحترم الكبير ويخاف من الكبير، والكبير يعطف على الصغير. كان في رمضان زمان بعد صلاة العشاء والتراويح يلتموا الجيران في أماكن الشوارع، كيف الشارع الشوارع حوش كبير في الشارع، يلتموا قدام الحوش بتاعه على ديسة ويديروا الشاي، وفي مجموعة في الجيران في القاطة في الشاي. ولكن بالنسبة للنساء هذين هن اللي يعني هن تعبدين عليه. أول خبزة هذه خبزة التنور، هي الأولى خبزة التنور هذه يضوق بها جيران مع بعضهم، في مناديل في شربة، في مناديل في حساء،
فيه مناديل في بنزين، فيه مناديل في مختلفات كل. وكانت الناس يعني وجبة الإفطار كان فيه من يعطي جارة في العمارة، في اللي جارة يعني، حتى الناس الفقيرة كان يعطف عليهم، وكان فيه مد يد العون يعني. احنا عندنا عادة لأي حاجة نديروها حاجتين اثنين نشمن الحوت والشواية، تطلع ريحة تاتن الشواية. عرفت النساء فلان فلان بعد أربع خمس حسان في ولية نافس تشمها لازم يشلولها من الحوت ومن الشواية، هذه خاصة ضروري منها. ولكن العادات اللي عندنا كان نحن مشكلة تقنية لتوا، أول المية من البير ما كانش عندنا في هذاك الوقت، عندنا شيشمات ولا حسن. عندنا العبار الكبير عبوا فيه في المية حطوا فيه في الروشن، وبعدين عندنا جرة بالنسبة للمية يعبوها يحطوا فيها في الروشن باش تهوي التيار، يعطروا في المية يا اما بالزهر يا اما بالنعناع نسبوا فيها. الدلاع يحطوها في شوال ينزلوها في البير باش تسقع كما هي وطلعوها. ما كانش فيه التقنيه هذين، لا هواتف ولا كان فيها الشيشمات ولا كان فيها ذلك. ولكن الخير باسط، طار فيه البركة الله سبحانه وتعالى دائما متوفر. الروينة في الزميتة فيه ال ال في الحساء على القديد، يعني الناس والعادات كلها تختلف. وكانت الناس راضية يعني، راضية مقتنعة قدم لها خلال شهر مقتنعين جدا ورضا الله سبحانه وتعالى ورضاهم. عادات بالنسبة للصغار، احنا كنا صغيرين نلعبوا في الشوارع حدا أبائنا بتاع الشارع، نلعبوا النقيزة النقيزة والطقيرة الطقيرة ولا حاجات النوفين، وفيها لعبة النوفين ولا الذيب الذيب الذيب، من يقول الذيب؟ أنا أقول الذيب. الذيب بكرة عيد في خشم وعيد، احسب يا حساب تلقيها عن 20. تو هذينا هذه كم كان عمرك حاج احمد؟ الكلام هذا كان عمري لما لعبت اللعبه هذه يعني، كان عمري 7 سنين 8 سنين. وعارفين تو قاعدين نديروا في الميه في الفطاء نقول بلدينك الذيب الذيب الذيب، من يقول الذيب؟ انا نقول الذيب. هذينا 6 و12، الذيب بكره عين في خصم عين، احسب يا حساب تلقيها 20. هذينا الحركات ديروا الواحد يحسب نلقاها 20، نعرفوا مين. ونديروا في الألعاب يعني اللي هي ما لهاش أي تأثير غير أخلاقي، لأننا نحترم جيراننا. العادات كانت موجودة، أحيانا نلعبوا برا، الولية قاعدة وراء الباب تخبطوا على الباب من برا من جوا، أي كبير خطم سبي كأنك فلان والله عارفين، قول له ولدي نادي بس اسمه فلان، يا فلان تعاتب بكم تخصل يجي الكبير. إذا كان عيال يتعاركوا يضرب هذا ويضرب هذا، يعني شيء. زمان كان فيه حشمة، وكان فيه في حشمة فيه سلام، الناس يعني تعرف العيب وتعرف تقدر حتى الجار وتعرف الكبير والصغير يعني. تعرف الحشان في معظم الحشان بخوخة، في باب صغير وباب كبير، وفي طقاقتين اثنين. العيل الصغير ولا اللوطة يطق من اللوطة معناها ولية اللي جاية، كان طق من فوق معناها رجل طقاقة فيها. لكن حاج أحمد يعني الأشياء هذه نعتقد أنها ما زالت موجودة يعني نوعا ما، يعني هو احترام الجار و... لا احترام موجود. أنا في الشارع اللي عندي بالنسبة لجوسي وجيراني ما زالوا تداولوا في الضوقات مع بعضهم، هذا يدير حاجة فلانية وهذا تحطه وهذا الخير يدير فيه. العادات عندي موجودة، عندي مازال طبقات عندنا في الشارع اللي نسكن فيه. طبعا هذا يرجع للنساء، واحنا كرجال لا غالب احنا نتبع الابتلاء الولي نتبعوه، ما عندناش عادات. باه يعني اول يوم في شهر رمضان كيف يعني تستقبلوه انتم كعائلات ليبيه في ذلك الزمن؟ يعني هو زمن ربما قبل حتى السبعينات يعني. احنا نحتفل به يعني مش كذكرى، عارفين ذكرى ان رمضان جاي ويعلمون العويله هذا كبار، في نصيب نص يوم في نص عند العصر وحنا صغيرين كاهن، وبعدين في اللي كمل. لكن بعد 7 سنين 8 سنين الكاهن لازم يبقى متكامل. وسبب يقولهم ليش رمضان؟ العيال ما عرفوش ليش الصيام هذا، ليش ما نكروس، ليش ما نكروس؟ لأن في حاجة اسمها أورجانيزم اللي هي الجهاز التنظيمي في الجسم. الجسم يأكل ويشرب دائما، لازم تبي له راحة
اللي هي بطن هذينا باش يديروا، وهذا في نفس الوقت كنوع من العباده يعني. العباده طبعا ضروري، هذينا هذه البدايه في الاول، ثم ان امر من الله سبحانه وتعالى، لان ربنا قال فهموا فيها للعويل فهمونا فيها هن، قال كل عمل بني ادم له الا الصيام فهو لي وانا اجازي به. فيه واحد طلع قال يا سلام والله ريت عام الصيام هذا، يا ريت عام، يا ريت عام، يا ريت عام. برموا عليه زمان يقول تلفيها في النهار في الصبح ويطلع يقول يا ريت عام. ايام زمان اللي يفطر في رمضان وش يسكتون عليه؟ لا تقول فيه فضيحه، يحطوا له في كرشه حطها على راسه يبروا فيه في السوق فطار في رمضان، فضيحه. ها اليوم حاطين له كرشه على راسه يبروا فيه في السوق كنوع من العقاب يعني. عقاب، لان هذا يقول يا ريت عام معناها ياكل، فبالتالي لازم يفضحوه قدام الناس. وكم كان يعني عمر الاطفال في تلك الفتره حاج احمد؟ لا هذا اللي كانوا يفطروا يعني. لا اللي هذول اللي يفطروا الاطفال ما مش عارف، لكن نحن نحكي على الكبار. الكبار. الكبار قول ريت عام تلقوا كبير يعني من 18 ل 20 سنه. يعني الاقوال غير الافعال، تلقاه يقول يا ريت عام لكن هو يفطر. هو يفطر. لان طو لهج كيف نعرفه صايم؟ السوار بيكون بسبتات. بعدين حتى لو قلت ترى مد لسانك مد لسانك لقاه ساعة يعرف اللي صايم ولا فاطر. لما اقول له صايم يا باتي صايم ترى مد لسانك مد لسانه يبقى لسان اشعط ابيض يعرف اللي صايم، يختلف لسان الصايم من الفاطر. باي حاجه احمد يعني لو حكينا على مثلا نصف شهر رمضان يعني كيف تكون الاجواء فيه؟ انت عارف ان نصف شهر رمضان اللي بين عندهم عادات وتقاليد للموضوع هذا كبيره. في مختلفين الناس، في معظمها اللي من الجهه الغربيه يديروا في فتات يوم الكبيره، ولها عباده خاصه ولها دعاء خاص يتموا على بعضهم مع بعضهم. في بعض الناس لازم اسر موجوده يهتموا كبارهم وصغارهم، وانا شخصيا ذات عندي هذا اللي عندنا اليوم، حتى من احفادي واحفاد احفادي لازم نهتموا في رمضان مع بعضنا نديروا، حتى اللي برا اذا فيهم اللي معاكم زميلكم هذا يجونا. في تتكلم على الشاي، واحد عزم واحد على الغداء وادى له غداء سمح وصوب الشاي ما جاش، قال له يا فلان، قال له والله لو كنت اذبح له حق ثور بدا الشاي مالك مشكوف. اكيد لا طاسه الشاي الخضراء لازم منها يعني ضروري. وبعدين الشاهي واللي جاء في التقرير ام بدري نحن قلنا شيء الخضراء وهي كانت حمراء يعني، لكن والله المهم انها بس الشاهي هي واحد قال علي قال الشاهي وحده خضراء وحده حمراء وفيها وحده فيها كمشة حبوب، حبوب شنو؟ اللي هي الكاكاويه. الطير من العيض بابط قاعد راس المقلوب. نعم يعني مكان ما فيه، ولكن الشاهي اللي يديروا فيه شاهي مش بتاع هذا توه، الشاهي كان مش طابخ اللي باقي يقوى ما فيش طعم. الشاي اللي توه خفيف ديما يعني خفيف جدا. حاجه اللي جات هذين موجود توه اختلاف كلي عن ما كان عليه، تفكك الاصل ما كانش في عندنا احنا. يضربوا مثل فلان كما تقول حتى تغدى، المطاعم ما نعرفوش هذين. اكبر عيب ان واحد يمشي ياكل مطعم، مش ياخذ المكياته ياخذ الطوافيه، حافظ على النظام يحافظ حتى في اللي يجيه ضيف حاج احمد ياخذه للمطعم كنوع من الضيافه يعني، هذا شيء نحن نعرفوه بالعيب احنا يعني. احنا في الشرق هذا هذه في جيل الغربي فيه، لكن احنا هنا في الشرق ما عندناش. اكبر عيب ان نحن نشيله واحد للمطعم. هذا اكبر عيب، لكن تو تم يدير حتى يجيب الحوش، لكن كان المطعم يجيب له كان المطعم. هو حاج احمد انت ذكرت في حديثك علي التفكك الاسري، وهذا شيء مهم جدا يعني خلال شهر رمضان، شهر الرحمه، شهر الغفران، شهر التواصل، شهر صله الرحم يعني. يعني كيف شوف. يعني كيف كانت الاجواء زمان من ناحيه صله الرحم والتواصل حتى يعني كانت الناس متسامحه فيما بينها؟ البيت على شو يبنى؟ يبنى على قواعد. كان قاعد سليمة يبقى البيت تبني. قاعدة البيت الأسرة هو الأب والأم. إذا كان ما تفقدوش أبنائهم، نعطيك ما أمثال حية. في أحد بناتي أنا مدرسة دين ولغة عربية، الشاب من الشباب شتم الجلالة. لا عيب وحرام، قال لا عيب ولا حرام. كنت أقول لك عيب ولا حرام، قال لا، لو كان عيب ولا حرام رأى بابا ما يقولش فيه. صحيح. شوف هذا المثل. بنية أخرى
جتها جارتها، واحدة جتها جارتها نطقت بكلمة وخشت تدير في قهوة للضيفة اللي جاية. البنية تبرم عليها تبات في وجهها، قالت لها كلك، قالت لها وين وجهك الآخر؟ قالت لها وجهي الآخر شنو؟ قالت ماما قالت يو علينا جتنا موجهين، وين وجهك الآخر؟ يعني عادات سيئة هذه. هذه العادات اللي هو لازم الأولياء الأمور يحتاطوا. الحاجة الأخرى اللي الوالد اللي ما تفقدش ولده وين كان، لا يمكن احنا نقدر نغيبه على الساعة المعينة. صحيح. نجوها. أيام كنا نقروا، عندي والدي طبعا من القديم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن كان لما نجي المدرسة أقول له تعال يا باتي، تعال بابا، هاي تعال قريني، أنت معلم وأنا الطالب، إيش خذيت وقريه لي. شنو هذا معناها؟ يعني أبيش أنا خليني نذاكر الدرس متاعي، نبقى نشرح له، دي أروح أنا مدرس وهو طالب، كذا كذا الألف عليه الباء ولا خير والتاء. لكن تو الحاج أحمد، يعني كثير من العائلات الليبية يعني نحن نشاهد فيهم الأطفال قاعدين في الشارع، يعني نحن حتى الواحد يسأل بينه وبين نفسه يعني وين أمه وين باتا، يعني حتى تلقى حتى أسلوبه يعني بذيء في الشارع، ما فيش أي تربية ولا حتى أخلاق، يعني هذا شيء نعطيك مثل حيأثر على الطفل هذا مستقبلا. بس أنا دائما يعني عندي الأمثال. في واحد أمريكي كل عام يأخذ الجائزة الأولى من الذرة، قالوا كيف أنت كل عام تأخذ الجائزة الأولى؟ قال أنا نهتم بجيراني الحقول اللي موجودة حدايا، نهتم لي نعطي فيه في نصايح، لأن التلقيح يجي عن طريق الهواء، وبالتالي التلقيح اللي يجيني من الجيران يجيني صافي نظيف، وأنا دائما محتاط. وبالتالي أنا نقول للجماعة يجب على الإنسان يهتم بعيال شارعة اللي هم عياله بيقرب معهم أنا، بس يبقى مطمئن. لكن في بعض السيدات غير خطاني بس تدزها في الشارع كاي اللي عريانه وفي حتى بحاله ولا خيره. احنا عندنا عيب هذا، ما كاش في هذا الوقت. هذا أكبر عيب أن المرأة عندنا يجب أن تدز عيلها حفيان وتدز عيلها سروال ولا حاجة، لا عيب. هذه اللي أنا مثلها. عندنا الحاجات الأخرى، المية الحوش محلول، الوراد المية جينا بالوراد، البتية كبيرة قاعدة في السقيفة حيشان يختلفا، ويجي الوراد يحل الحوش معروف ويعبي المية ويمشي. لكن تو المية قاعدة في الشوارع أيام حتى لما صارت المية ياش يدير بعدي، إذا يجي الحرس البلدي خطم له يلقى مية منقدة من الحوش يخبط فوريا مخالفة، غرامة غرامة اللي هي المية بتاع طالعة. حياة وادي الله يرحمه دام درنا شجمة يدير في السطر تحت منها، ولما السطر مش يبدل، لا ياخذ بخ من الشارع، بخ كه اللي موجود عنده بخ. كان في قيم وعادات يعني قيمة جدا حاج أحمد زمان، لكن يعني توا نحن نشوفه في أشياء خاطئة وأشياء يعني الواحد يتحشم لما يشوفها. يعني أنت شنو رسالتك اللي توجهها للعائلات الليبية اللي مسيبين أبنائهم، حتى يعني من خلال التفكك الأسري اللي هو الطلاق والزواج المبكر اللي يعني أسبابه كثيرة، يعني في اللي في حاجتين نعم فضل في حاجتين يديروا فيه الأباء، وأنا بعكس هذا، أن يأخذ سيارة لولده بعد يقول لي يا بابا قال تاخذ سوق طوحها وخذ غيرها، يبقى الشاب شنو مستعب فيها ياخذ غيرها. الحاجة الأخرى يجوز بوه، أنا عندي 8 أولاد جوز منهم 7 على توم زي الثامن، لا يمكن مسرات ولا قرش على واحد منهم. نعم هم أحرار، تبي بنات الناس ما هيش مش لعبة، حط على قلبك. كان قال 20 ولا حطها 30 بشاف قيمتها. وبالتالي تو تلقى في المحاكم موجودات طلاق بكثرة. ليش؟ لأن الشاب مش تعبان فيها واخدها له أبوه، ما عندهش حس المسؤولية، ما عندهش حس المسؤولية، خلاص ما سمعش كلام طلق أبو جيب غيرها، ما تفهموش وكأنه عادي الأمر يعني. بالضبط. وهو في إثم كبير حيال هذا الموضوع، هو أبغض الحلال حتى مستقبلا يعني في مشاكل يعني كبيرة. لكن ضروري من التفاهم والتكافؤ. يعني فينا أنا عندي حياة أخوي أكبر مني تزوج واحدة عمرها ما حقها في حياتها، ولدها بعد مشت أمي جابتها وخذها، وأنا منها ما شاء الله أولاده بهناك يعني مستويات عالية. التفاهم جه حتى بعدين
لكن التعب يتعب فيه. حاجة ما تتعبش فيه أنت ما تفوتش قيمتها. طيب يعني حاج أحمد، لو انتقلنا من نصف شهر رمضان إلى نهاية شهر رمضان أو ما يعرف بليلة القدر، يعني 27 من شهر رمضان، كيف تكون الأجواء زمان في ليلة القدر أو كيف كانت الأجواء؟ احنا عندنا هذين كبيرة النص وكبيرة 27 نحتفل بها احتفال خاص دينيا، احتفال خاص زي ما قلت لك. العائلات كل عائلة تختلف عن الأخرى في 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 عادات وتقاليدها. فيه اللي يدير في الطبيخة واللحم، وفيه اللي يدير في الفتات، وفيه اللي يدير في التوبسة وفيها بيتزا، ويجمع الناس. احنا ما نعرفش حاجة اسمها بيتزا في زمان. المربوعة بويا كما تقول دائما عامرة، فيها ضيوف يجوا. الضيوف منين؟ الضيوف مش اللي من عابري السبيل، مش ما تو سيب انا هالي ونعدي نفط مع واحده، ما تصيرش هذه. ما انا شخصيا اللي عندي وقت ان اليوم هذا اولادي الا عابر السبيل يصرفوه، لكن ما عداها لا. بس انت تعدي تفطر عند واحد، انت بغازي يجيب واحد ومغازي يفطر عندك، هذا ما تمشيش عندنا، لان كل عائله لها نظامها ولها طريقتها، ولازم هذه اسمها لمه عائليه. لما بيجيك ضيف معناها تبي يختلف الوضع بتاعك، والنظام متبع في دعاء قبل الأكل، وفي احترام السيدات اللي هنا يخدمن، وفي الأكل لا يمكن بالنسبة لي أنا لا يمكن واحد يأكل حاجة قبل ما يتم النساء قمز في أماكنها. نطالين النظام على طول. يعني أكيد عندكم متعارف عليه منذ قديم الزمان طبعاً، يعني طبعاً. حتى الصلاة بعد الأكل بعد الوجبة الإفطار اللي هي الحليب والتمر يقوم طريقة سيد يشوف الصلاة، يعني قبل المغرب تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجل والإفطار وأخره والسحور. قبل عندما يبدأ المغرب على قلت الناس يختلفوا على تمرات وحليب كل مع بعض، تمام الظروف يا الصحية، نقيم الصلاة جماعة في البيت. حتى أطفال عندي أحفاد وحبيبات صغيرات تاع 4 سنين 5 سنين يصلوا خلف يصلوا معاهم، يصلوا ضروري يعرفوا. واللي يجيب البنات تلبس في العباية الحرام أو الحرام أي نعم، والعيل نقول لهم أنا أعطوه ما أرجع أعطوه سورية طويلة. يتعود هو من خلال المشاهد هذين، مجرد ما الناس بيقام الصلاة يجيوا يجاروا، وبعدين قبلها يمشي يحطوا الصلايات. عند اليوم هذا يحطوا الصلايات، صغير واحد عند الصلاة يصلي عليها. أنا طبعا تأخر أنا قبل. طيب يعني حاج أحمد، ينضم إلينا الآن دكتور علي الحاسي أستاذ التاريخ بجامعة بنغازي. أهلا وسهلا بك دكتور علي. دكتور علي إذا كنت في الاستماع. مرحبا. أهلا وسهلا بك. أنا حاب نشكرك دكتور علي، يعني رغم ظرفك الصحي لكن إلا أنك أنت حاب أنك تشارك معنا اليوم في برنامج أخبار البلاد من خلال حلقة اليوم، واللي هي كيف كان رمضان أيام زمان دكتور علي. سيدي أولا كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. مرحبا بك سيد حمدي، وتحياتي لضيفك الكريم وللأخوة المشاهدين عبر قناة ليبيا الحدث، ويشرفني المشاركة في هذه المساحة. الواقع يعني رمضان ربما اذا كنت يعني تعودني الى المرج القديم، انا كنت صغير في المرج القديم يا استاذ حمدي، ولكن الطقوس الرمضانيه ظلت مستمره في مدينه المرج، يعني في كثير من الاشياء، يعني اشياء تتعلق بالاكلات واشياء تتعلق بالزيارات والمعايدات وغيرها من هذه الاشياء والسهرات المختلفه. يعني هذه اشياء احتدتها مدينه المرج. وانت معي استاذ حمدي؟ نعم نعم معك دكتور علي تفضل. وانت عارف ان دائما شهر رمضان يذكر المراوجة بذكرى يعني اليمه جاءت يوم 27 رمضان، وهي كارثه زلزال. نعم هذه الكارثه احتادوا اهل دائما تخليدها في عين المكان في مدينه المرج القديم، يعني لا يغيب عن هذه الذكرى كل المراوجة حتى اللي هم خارج مدينه المرج، وانت تذكر ذلك وتعرف هذه الذكرى. يعني بالطبع اكيد، حتى في اللي كان يعني من سكان مدينه البيضاء ومن سكان مدينه بنغازي، وفي اللي حتى يجي من مكان بعيد اللي هو ربما
من طرابلس ولا من مكان ربما يعني يبعد آلاف الكيلومترات على مدينة بنغازي، على مدينة المرج عفوا. صحيح، يعني هذه الذكرى دائما يخلدونها، وحتى هذا العام دائما ولها نكهة خاصة تختلف ما بين سنة وسنة أخرى. نعم. دائما، وهذه من خلالها يستعيدوا ذكريات المدينة القديمة، الجيرة الطيبة والعلاقات الطيبة. وحتى في مدينة المرج في هذه الليالي الرمضانية، الأحياء القديمة في مدينة المرج القديم دائما عندهم اجتماعات ولقاءات، يعني أحياء زي حي بيكاوا، حي شارع ولد العمى، حي الزرايب، أحياء كثيرة دائما عندهم لقاءات متواصلة للسعادة، وتواصلوا حتى أبنائهم، يعني حتى عندما غاب الأب حل محله الابن في عضويته في هذه الروابط الاجتماعية. دكتور علي، حاب نشكرك على مداخلتك الجميلة والبسيطة. دكتور علي الحاسي، أستاذ التاريخ بجامعة بنغازي. دكتور علي، يعني بإذن الله حيكون لنا معك حلقة خاصة في من خلال هذا الشهر الفضيل لنتحدث أكثر حول الأجواء الرمضانية سواء في مدينة المرج أو في مدن أخرى. حاج أحمد، يعني في كلمة أخيرة، الرسالة اللي حاب أنك توجهها للعائلات والأسر الليبية بشكل عام في كامل ربع الوطن، يعني الكلمة اللي بوجهها لهم أن يهتموا بأبنائهم وبناتهم، لأن توا الوضع تغير، هل التقنية الجديدة سلاح ذو حدين، نعم، فيه المفيد وفيه الغير ذلك. يهتموا بمتابعة أبنائهم، خاصة الذين يجلسون على الفيسبوك هذا وعلى اليوتيوب والغزل علينا، لأن النت هذا كالثلاجة أو كالشيشة اللي فيها، قطع حتى صلة الرحم ما بين الأسر والعائلات الليبية في المنزل نفسه. فعلا صح، في تلحوش، تلقى الحوش قاعدين فيه الأسرة، كل واحد ماسك تلحوش. أنا سمعت واحدة متصلة قالت جيت زيارة، قلت الأم والبنات كلهم، كل واحدة تتطلع حدها، ما عادش قاعدة أنا، السلام عليكم، نظرت على سيفتهم، يعني تموا مش يهتموا بيها. فعلا فعلا هذه علاقة يعني يهتموا بيها، ضروري أن يحط على حاجات دينية إن شاء الله بإذن الله. وأنا أحب نشكرك حاج أحمد أبو وذن، مهتم بالشؤون الاجتماعية، واحد أبناء مدينة بنغازي واحد معلمها أيضا، حاب نشكرك على وجودك معنا من خلال برنامج أخبار البلاد والحلقة اللي كانت حول كيف كان رمضان أيام زمان، وحكينا أو رجعنا بالذاكرة لزمان، كيف كانت الناس وكيف كانت العائلات. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى أن يكون هناك يعني ترابط وتراحم وصلة رحم بين العائلات والأسر الليبية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.